أما عالميا فأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 174 مليون و 740 ألف نسمة قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين اقترب إجمالي العدد عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين. تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في ديسمبر لعام 2019. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلي الآن هاتفيا دكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة. دكتور، بداية أرحب بك في هذه الجولة من الآن، إذا تحدثنا أكثر إلى أين وصلت اليوم الحالة الوبائية لتفشي كوفيد-19 بمقاييس ربما وبمنظار كل يعني من يحصون انتشار الأوبئة، هل باتت في انحسار أم أننا نتجه لزيادة؟ اهلا وسهلا استاذه فيروز، وصباح الخير وكل المشاهدين. زي ما تفضلتي، احنا يعني على المستوى العالمي المعنى الوبائي بيختلف مكان لمكان، يعني احنا في بعض الزونز والاماكن اللي حاليا في الموجه الثالثه، في بعض الاماكن اللي في الموجه الرابعه، لكن عموما على المستوى العالمي دلوقتي بقى عندنا زي ما نقول يعني فاكتور او عنصر مهم لتحييد وتحديد كل منحنى في كل بلد، وهو اللقاحات. يعني عدد اللقاحات في كل دوله بقت هي حاليا اللي بتخلينا نقول المنحنى الوبائي في كل دوله عامل ازاي. يعني شفنا في بعض الدول الاوروبيه اللي هو حاليا يعتبر في الموجه الرابعه، ان الموجه الرابعه جايه باصابات خفيفه للغايه، وبعض البلاد ده وفيات على الاطلاق نتيجه ان كسرنا 20% من تعداد السكان لهذه الدوله اخذوا التطعيم. بعض الدول اللي كان فيها التطعيم ما زادش عن 5% شفنا ان هم دخلوا في المرحله الثالثه، في الموجه الثالثه وفي الرابعه. وعموما الموجه الثالثه جت تقريبا بنفس قوه الموجه الثانيه ولكن اعلى قليلا. احنا لو اتكلمنا على المستوى المحلي بقى في مصر، احنا المفروض موجودين حاليا فين وداخلين على ايه؟ احنا في الموجه الثالثه حاليا اتكسرت، وزي ما ذكرتي في التقرير احنا الارقام ابتدت يعني تتناقص يوم بعد يوم، والشهر ده هتبتدي تنزل برضه لكن نزول تدريجي بسيط، والشهر القادم باذن الله الموجه دي تتكسر. ولكن احنا منتظرين موجه رابعه للاسف في اخر اغسطس اول سبتمبر. نعم. الموجه دي هيبقى فيه عندنا عنصر دلوقتي مهم جدا، هو كام في الميه من المصريين اخذوا لقاح؟ احنا حاليا بنتكلم في 3%، احنا لازم نكسر 5%، يعني تقريبا 5 مليون مواطن اخذوا اللقاح قبل الموجه الرابعه، عشان نحس ان منحنى الوفيات قل بطريقه كبيره عن الموجه الثالثه. طبعا لو وصلنا بنهايه العام ل 20% من المصريين، ده معناها ان شاء الله 2022 هتبقى المرض نفسه تم تحييده، وممكن يبقى عندنا الموجه كلها بدون اي وفيات على الاطلاق. نتمنى ذلك اكيد دكتور. طيب دكتور اسلام، هسال حضرتك، وحضرتك متخصص في علم انتشار الاوبئه، بدايه يعني كثير من الدول اليوم مع تفشي أعداد الإصابات فيها بشكل كبير بدأت تظهر لدى المصابين عندها ربما أعراض جديدة، أيضا كوفيد-19 من الفيروسات الذي في الآونة الأخيرة أو في كل فترة كانت تتغير وتظهر أعراض يعني جديدة خاصة بالفيروس أو بالمتحور المتواجد في كل دولة. ما هي أبرز ربما الخصائص التي طرأت على الفيروس والتي رصدتموها في هذه الفترة؟ يعني دي نقطة كويسة جدا. يعني احنا عندنا دايما لكل مرض في بنقول الأعراض المنتشرة وفي أعراض قليلة الانتشار في أعراض نادرة. اللي حصل مع كوفيد-19 إن مع كل انتشار وكل موجة الموجة وملايين الإصابات والأعراض النادرة ابتدينا نشوفها أكثر، ده نتيجة الانتشار. لكن عموما خصائص الفيروس والأعراض بتاعته تظل ثابتة من الموجة الأولى للثانية، ولكن في اختلاف في نسب الأعراض اللي بتظهر. فمثلا احنا في الموجه الاولى ما كناش بنشوف اعراض جهاز هضمي بصوره كبيره، جت في الموجه الثانيه اعراض الجهاز الهضمي بقت اكتر. ابتدينا في الموجه الثالثه نشوف الاعراض اللي بتظهر على الجلد، ودي ليها علاقه اكتر بالجهاز المناعي. فعموما معظم الاعراض النادره اللي احنا ابتدينا نشوفها هي اعراض كانت موجوده من قبل كده ولكن نسبتها قليله، مع الانتشار الزائد ومع انتشار الفيروس من شخص لشخص ابتدينا نلاحظها وابتدينا نشوفها، لكن في الاخر الخصائص والاعراض ثابته. لو حصل امتى بنقول ان في يعني علامه استفهام ويجب دراسه الموضوع اكتر؟ لما
يتغير احدى الخصائص الرئيسيه، يعني مثلا ان هو بيصيب الجهاز التنفسي العلوي فجاه ما يبقاش بيصيب الجهاز التنفسي العلوي ويحصل فيه مثلا تحور، لكن حتى الان الاعراض الاساسيه المنتشره تظل ثابته. طب ايه الاعراض النادره الموجوده؟ هي مين اللي موجوده في الجلد؟ يعني ابتدى يظهر علامات على الجلد، سطح الجلد نفسه. الاسهال يظل موجود من الموجه الثانيه والثالثه. بعض الاعراض اللي ليها علاقه بالجهاز العصبي. فعموما الاعراض دي الناس ما تقلقش، الفيروس ما اتغيرش لسه، ما فيش اي تحور الحمد لله يخلي الخصائص الاساسيه والاعراض نفسها تتغير. ده الطبيعي وده اللي بيحصل عموما مع كل الفيروسات. عظيم. طيب دكتور هسال حضرتك ايضا في صدد طبي اخر، يعني وانت يعني ان اكدت لنا او نفيت هذا الطرح الطبي. في الاونه الاخيره كان الكثير من الدراسات الطبيه تحث على اهميه الاهتمام ب يعني اماكن الصرف الصحي وامكانيه ما اذا كان فيروس كورونا قد يكون بالنظر الى كل هذه التحورات التي طرات عليه قد يصبح قادر على الانتقال في المجارير على سبيل المثال او في يعني نظم الصرف الصحي. ومن ناحيه اخرى هذه البحوثات الطبية زادت أكثر مع زيادة ما حدث في الهند حين بات البعض يلقي بجثامين المصابين بفيروس كورونا في الأنهار. إلى أي مدى من الناحية الوبائية وأنت متخصص في علم انتشار الأوبئة هل يمكن أن يحدث هذا؟ هل يمكن أن ينتشر الفيروس بسبل أخرى غير الذي عهدناها أنه ينتشر بالرذاذ وبتنفس؟ دي نقطة كويسة أستاذة فيروز. يعني خلينا نقول إحنا في علم انتشار الأوبئة عموما ومن زمان جدا إحنا بنستخدم فكرة قياس نسبة الجراثيم والفيروسات في المجاري المائية عشان نعرف مدى انتشار أي مرض. وده عموما طريقة متبعة قديما، إن دايما بناخد جسد من المجاري المائية نفسها في أي محافظة وتبتدي نقيس هل يوجد نسبة للفيروس ولا لا. طبعا إحنا عارفين إن فيروس كورونا هو موجود، يعني بيظل منه اثار في المخلفات الانسانيه، فبالتالي نقدر نقيس مدى انتشاره. هو الهدف من القياس وكل التجارب اللي اجريت من اول كورونا ما ابتدت تنتشر وقبلها في فيروسات اخرى هو دايما بيبقى لرسم المنحنى الوبائي اكتر. ولكن بعض الفيروسات ينفع تنتشر بهذه الطريقه، فيروس كورونا حتى الان هو فقط اللي اثبت علميا ان هو بينتشر عن طريق الرذاذ. فكل التجارب اللي احنا بنشوفها اوقات بس تبقى مقتطعه من سياقها على السوشيال ميديا، لكن كل الدراسات اللي بتتعمل على المجاري المائيه بتتعمل عشان رسم المنحنى الوبائي. كل ما بتزيد نسبه الفيروس في الفيزز الموجوده في المجاري المائيه بنعرف ان المنحنى نفسه ابتدى يتصاعد او ابتدى يقل، فدي نهايه مرحله او بدايه مرحله اخرى. لكن الناس تطمن، ده مش معناه ان الفيروس هينتقل عن طريق هذه المواد المخلفات، يعني سواء كمان خصوصا في الاراضي الزراعيه عشان الناس لو خايفه من المخلفات اللي بتستخدم كسماد او خلافه، ده مش هينقل الفيروس، فالناس تطمن هي فقط ينتقل عبر الرذاذ. نعم. طيب دكتور اسلام ساسالك في مخاض هام لفئه كبيره وشريحه كبيره متواجده. طبعا كل اصحاب الامراض المزمنه يعني لهم معاملة خاصة في أخذ اللقاحات وفي حتى الرعاية الصحية والطبية التي تقدم لهم، لكن بعض أصحاب يعني أصحاب بعض الأمراض قد يكون لهم شكل من أشكال الحساسية في التعامل حتى في الأنظمة في جميع الأنظمة الصحية عامة في العالم. أحد هؤلاء هم يعني أصحاب أو مرضى نقص المناعة أو الإيدز، هم أيضا من أهم الفئات الذين يجب أن يحصلوا على اللقاحات، ولكن حساسية أوضاعهم ربما تفرض استثنائية في طريقة إعطائهم اللقاحات. كيف يعني تعكف الأنظمة الصحية على الاهتمام بهؤلاء أيضا؟ ودي برضو نقطة كويسة. احنا طبعا احنا بنقول ان دايما اللقاحات مهم جدا، ان الفئات الاكثر تعرضا هم اللي ياخذوا اللقاح الاول اللي هم اصحاب الامراض المزمنه وكبار السن. اصحاب الامراض المزمنه عموما بيصحبها خصوصا مثلا مرض السكر الغير منتظم، طبعا احنا بنقول غير منتظم، المنتظم ده زي الشخص العادي، اوقات بيصحبها كمان نقص في المناعه، فبالتالي تضرره من اصابه بكوفيد 19 بالمرض نفسه بيبقى اعلى من الشخص العادي، فده من اولويات ان هم ياخذوا اللقاح. وعموما الاصحاب الامراض المزمنه ما يلاقوش كل اللقاحات اللي تم الموافقه عليها عالميا، تم الموافقه عليها في مصر،
تصلح لاصحاب الامراض المزمنه. احنا دايما نقول الاحسن فقط ان الشخص وهو رايح ياخد اللقاح يكون السكر او الضغط بتاعه منتظم. لو عنده اي امراض اخرى لازم ان هو يبقى جايب التقارير او يقول بالتفصيل الممل للدكتور في الوحده انا عندي مرض كذا وكذا وكذا وباخد الادويه دي. ولو الشخص انتقلنا بقى لحاجه ثانيه عنده اي حساسيه من اي حاجه مسبقه سواء حساسيه سلفه مضاد حيوي حساسيه من اي دواء او مثلا لقاح سابق لازم يقول لان ساعتها لو اخذ اللقاح بياخده تحت الملاحظه بيفضل قاعد جوه الوحده نفسها مده طويله عشان نتاكد ان ما جالوش حساسيه ما بعد اللقاح. طبعا نسبه اللي بيجيلهم حساسيه ما بعد اللقاح هي نسبه نادره وعلاجها بسيط. وفي بعض الناس بيجي لهم حساسيه مفرطه اللي بنسميها انفلاكتيك شوك ودي برده نسبه نادره جدا ودول الناس اللي عندهم برده سابق حساسيه. حضرتك اشرتي برده في السؤال لنقطه مهمه. طب الناس اللي عندهم نقص المناعه حتى لو كان عنده ايدز اللي هو اكثر امراض نقص المناعه الموجود. حاليا الدراسات في امريكا قالت ان حتى مرضى الايدز يقدروا ان هم ياخدوا اللقاح ويظلوا تحت الملاحظه لمده ساعتين فقط بعد اخذ اللقاح مش اكثر ومش هياثر على الجهاز المناعي. طبعا احنا لسه في مصر ما اتعملش عليه دراسات كافيه فلسه لم يتم الموافقه عليه ولكن هي دي بتدينا يعني احساس وثقه في مامونيه اللقاحات عموما لكل المرضى لغايه ما يتوافق عليه. طبعا اختيار بقى لقاح من لقاح اخر ده ليه علاقه بالبروتوكول المتبع في كل دوله. عندنا في مصر هنا برضو الشخص بيقول كل الامراض اللي عنده سواء كان مرض مناعي او خلافه او ادويه وده الاهم الادويه اللي بياخدها العلاج المناعي نفسه شكلها عامل ازاي وساعتها بيبقى في الاختيار ما بين اللقاحات هي بناء على اختيار الطبيب نفسه الموجود في الوحده. دكتور اسلام عنان استاذ اقتصاديات صحه وعلم انتشار الاوبئه بشكر حضرتك جزيل الشكر في الحقيقه على كل هذه المعلومات.